السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا على قناة شروحات الوردة أرستانا، ورجعنا لكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم راح نحكي عن عمال الشبكة الاجتماعية، ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات المميزة والجميلة على القناة. وأهلا وسهلا بكم جميعا. بالنسبة لكل عمال الشبكة الاجتماعية والعمال المنتهية عقودهم، بأن المرسوم التنفيذي الذي صدر في 19 قد تكفل بإدماج الفئات التي كانت في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019، حيث بلغ العدد 380 ألف مستفيد تم تسوية عملية إدماجهم قبل نهاية 2022، حيث أن الحكومة رصدت لها غلاف مالي جديد يقدر ب 100 مليار دينار جزائري، حيث أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بتسوية وضعية المنتسب إلى جهاز دايس، حيث بلغ عددهم 1080 ألف منتسب، حيث تم تحويل عقدهم إلى عقد عمل غير محدود المدة والتحسين في الراتب، حيث تم رفع المنحة من 500 إلى 1,600,000 إلى 2,100,000 حسب كل مستوى. بالنسبة للمستوى الأول راح يكون المبلغ 1,600,000، حيث أيضا راح يشمل الزيادة في الوظيف العمومي مع السنة الجديدة 2023. الكل راح يستفيد إن شاء الله. ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناة شروحات الوردة أرستانا. سلام.